أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية يدرسون رد مصلحة السجون بعد موافقتها على مطالبهم وتأجيلها قضيتي أسرى غزة والعزل الانفرادي. وأعلنت مصلحة السجون عن تشكيل لجنة تجتمع مرة في الشهر لمناقشة 4 أسماء لبحث موضوع عزلهم وخروجهم إلى أقسام عزل جماعية ومفتوحة. المرصد السوري لحقوق الإنسان يقول إن انفجارين كبيرين هزا وسط مدينة دمشق، أحدهما وقع في شارع الثورة بوسط العاصمة ودمر عددا كبيرا من السيارات. مقتل 43 شخصا برصاص الأمن السوري في جمعة إخلاصنا خلاصنا، في حين وصل رئيس بعثة المراقبين الدوليين روبرت مود إلى محافظة إدلب. والناطق باسم الموفد الدولي الخاص كوفي أنان يقول إن هناك مؤشرات ميدانية طفيفة إلى احترام خطة الأخيرة. النائب اللبناني وليد جنبلاط يقول إنه يريد لعلاقته مع السعودية أن تعود كما كانت، خصوصا أنه كان هناك سوء فهم كبير بالانعطافة مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي والتخلي عن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في تشكيل الحكومة الحالية. كما أعرب عن اعتقاده بأنه كلما سقط الرئيس السوري بشار الأسد بسرعة بات ممكنا لسوريا أن تنجو من حرب مذهبية وحرب أهلية. انتهاء حظر التجول الذي أعلنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر في محيط وزارة الدفاع والمنطقة المجاورة لها بشرق القاهرة بعد اشتباكات أمس الجمعة بين الجيش ومتظاهرين أسفرت عن مقتل جندي ومتظاهر وإصابة 393 آخرين بحسب وزارة الصحة ومصادر أمنية. آلاف البحرينيين يتظاهرون أمس الجمعة بدعوة من المعارضة احتجاجاً على الإصلاحات الدستورية التي يعتبرونها غير كافية، ودعت المعارضة إلى التظاهر تحت شعار قرابين الحرية، وقد انطلق المتظاهرون في مسيرة من بلدة شخورة وصولاً إلى بلدة سار قرب العاصمة المنامة. محاكمة خالد شيخ محمد العقل المدبر لهجمات 11 من أيلول سبتمبر وأربعة من أعوانه المفترضين اليوم السبت أمام محكمة عسكرية في غوانتانامو، ما يعتبر بداية لإجراء قانوني يمكن أن يطول لأكثر من عام، وستبث وقائع المحاكمة على شاشة عملاقة في 4 قواعد عسكرية على الأراضي الأمريكية، في إشارة إلى مدى أهمية المحاكمة بالنسبة إلى الرأي العام الأمريكي. الرئيس السوداني عمر البشير يتعهد بتطهير ولاية جنوب كردفان ممن سماهم الخونة والعملاء، في حين اتهم جنوب السودان بمهاجمة مواقعه العسكرية في 3 مناطق، لكن الخرطوم نفت هذا الاتهام. وزار البشير مدينة تلودي الاستراتيجية في ولاية جنوب كردفان قرب الحدود مع دولة جنوب السودان، والتي تشهد منذ أشهر مواجهات بين الجيش السوداني والمتمردين. الإمارات العربية المتحدة تعتبر أن الاستعراض العسكري الذي قامت به إيران أخيراً في جزيرة أبو موسى وزيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نيجاد الاستفزازية لهذه الجزيرة يعد خرقاً واضحاً للتفاهمات التي تمت بين البلدين، مشيرة إلى أن استمرار إيران في برنامجها النووي سيؤدي إلى اختلال في المنظومة الأمنية بالمنطقة. التفاصيل زوروا موقعنا القدس.com.